على قدم وساق تجري أعمال الشركة المنفذة لمدينة كربلاء الرياضية، والتي وصلت نسب إنجاز أكبر ملاعبها ل 67% حسب مديرها التنفيذي، الذي بيّن وجود معوقات عديدة في العمل تتعلق بروتين الدولة لتسوية المعاملات. حاليا يتجاوز 67% نسبة إنجاز، وليس أرقام سابقة، لأن المواد الموجودة هنا لم تؤخذ بنظر الاعتبار، المواد المطروحة المواد وهذه الأمور. الروتين الممل للدولة العراقية بصراحة، يعني احنا ناشد دولة رئيس وزراء بإعادة نظر في هيكلية الإدارية لكل الوزارات، لأن بصراحة إذا بقي بهذا الشكل ما أتصور أي شركة أجنبية بعد يجي يستثمر بالعراق. وللوقوف على أبرز المعوقات المصاحبة للعمل، زار وزير الشباب والرياضة برفقة هيئة أصحاب الرأي المدينة الرياضية في كربلاء لمناقشة السبل الكفيلة لتذليل العقبات لهذه المدينة الرياضية، الذي أكد أنها ستكون ثاني مدينة رياضية بعد البصرة سيتم افتتاحها خلال شهر تشرين الأول المقبل. هذا الملعب بعد ملعب بصر الرياضي ثاني ملعب جاهز للافتتاح، وحسب العمل المبرم مع الشركة المنفذة على أن يكون شهر العاشر تسليم هذا الملعب. طبعا نعاني بعض المشاكل، أهم المشاكل الموازنة وتخصيص الأموال بواحد على 12. حسب الخطة المشروع يخلص في الشهر الثاني والثالث السنة القادمة، معناته 4 أشهر لازم نقدمه لهذه السنة، معناته هاي واحد على 12 ما يكفي. وبالتالي إذا حصلنا موافقة وزارة التخطيط عندنا مشاريع متلكة نأخذ فلوس من هذا نجيبه لهذا المشروع، هذا المشروع يخلص في الشهر العاشر. مديرية شباب ورياضة كربلاء التي بادرت لدعوة الوزير بمحاولة منها لتخطي العديد من فقرات الروتين التي لو طبقت ستعطل العمل، أكدت أن كربلاء خطت خطوات كبيرة في مجال المنشآت الرياضية بأغلب مناطقها. هذه الزيارة جاءت على حسب طلب دائرتنا وعلى حسب طلب الشركة، لأن أكو مستحقات مالية متأخرة، فأوعد مع الوزير أنه اليوم يحضر إلى كربلاء وحضر لحل هذه المشاكل المالية الموجودة. كربلاء هذا العام تقريبا أخذت كفايتها من فيما يخص مشاريع البنى التحتية بالنسبة للملاعب، هناك أكثر من 4 ملاعب من الفيل العشب الصناعي قد تم استلامها الآن في طور الاستلام الأولي، إضافة لملعبين أولمبيين في عين التمر وحي العامل، وهذا الملعب هو نقدر نقول واجهة رياضية لمدينة كربلاء، يعني يتسع إلى 30,000 متفرج، وهناك ملعبين رديفين أيضا. صرح رياضي كبير تشهد كربلاء تقدما ملحوظا في نسب إنجازه، من المؤمل افتتاحه نهاية العام الجاري. من مدينة كربلاء الرياضية إيمان بلال، الحرة.